يعطيكم العافية يا جماعة الخير، جانا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح أحكي كلام كثير مهم وفي رد على واحد يعني راح يكون شغلة يعني قاسية شوي. قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا تدعوا لأخواننا فلسطين، الله ينصرهم ويوفقهم. نبلش بالفيديو اليوم. Welcome to SmackDown. Acknowledge me. You can't see me. Welcome to Raw. To party. I'm home. Welcome to WrestleMania. Peace. طيب بداية الموضوع يا جماعة الخير، بس حبيت أحكي إنه إحنا حاليا يعني معلش عذرون على القرار هذا اللي قررناه أنا وزيد، هذا القرار اتخذناه راح نوقف الملخصات الأسبوعية حاليا من هون ليصير في إشي يعني قوي، لا يرجع أنكل هاودي ولا يرجع رومان رينز بروك ليزنر الحكي هذول، يعني يرجع في تفاعل، لأنه حاليا يا جماعة الخير عم نتعب والله العظيم إنه ما هلكنا غير سلسلة سماك داون والرو، هلكينا يا جماعة الخير لأنه بنصب كل تركيزنا وتعبنا فيهم، ما بنقدر نعمل فيديوهات غيرهم قد ما بنتعب فيهم، لأنه فيا جماعة يعني راح نوقف الملخصات مبدئيا من هون ليرجعوا الناس، خصوصا يعني غير هيك كل هالتعب اللي بنتعبوا معه من لاقي دعم، فهمتوا علي؟ ما من لاقي دعم على الفيديوهات هاي، فمضطرين نوقف هاي السلسله من هون لتخلص هاي السلسله. راح نصير ننزل شورت مبدئيا زي هيك، نصير العروض الاسبوعيه ننزلها شورت، نقول مثلا ايش اللي صار في عرض الرو بدقيقه واحده بس هيك، يعني فهمتوا علي كيف؟ الاشياء المهمه، ما راح نحكي اشياء فاضيه ما لهاش داعي ونضيع وقت ونلحق وهذا، فلا هذا اللي راح يصير. هذا بالنسبه للموضوع هذا. فهيك يعني اليوم خلوني بس احكي لكم ايش الاشياء المهمه اللي صارت في عرض الرو، يعني مش هالإشي المهم كثير بس يعني في أشياء كثير زادت عن حدها. بلش بالبداية موضوع ليف مورغان ودومينيك ميستيريو، لما طلعت ليف مورغان بعدها صارت مش عارف كيف يا اسطى فلاضي متحسس على دومينيك ومن الحكي، إجا في بلور خرب الموضوع كلياته وراح انتهت القصة. بدنا نيجي بعدها الموضوع المهم كثير 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 كثير، واللي هو كان برون سترومان عم بتدخل على كل الناس. برون سترومان يا جماعة الخير إجا تدخل وساعد دراغون لي لما كانت مباراته مع فين بلور، فهون يا جماعة الخير برون سترومان داخل عشان دفعت وراجع على الشركة أصلا من الأساس عشان دفعات، فيعني مش همه اشي. فانه تخيلوا كيف الضخامه هيك اللي مضخمين اسمه فيها اضخم من قبل، حاليا اصلا رجع شكله زي ما كان اول مونستر مونج مان. نيجي لموضوع برون بريكر وريكوشي. الموضوع يا جماعه الخير انه يعني اول حدا بيطول مع برون بريكر اللي هو ريكوشي. ريكوشي طول معه وقعد معه فتره كويسه بالمباراه، وغير هيك الحركات الخطيره اللي عملها برون بريكر، يعني الناس بتقول لك هو زي جولدبرغ بيقدر يعمل زي هيك الحركات، اصلا ما بيقدرش يعمل زيه. المهم يا جماعه الخير طحنه زي هيك واجا بده يدمره، لكن إليا دراغونوف راح فزع له وانتهت القصة هون. اللي بدنا نستنتجه انه الاغلب راح تصير في مباراة بينه وبين إليا دراغونوف. نيجي يا جماعة الخير لمباراة اللي هو برون سترومان ضد كان كارليتو، وراح تدخل الجاجمنت داي. طبعا فاز برون سترومان بسرعة البرق، يا دوب ما اخذتش منه المباراة كم من دقيقة، راح واجموا عليه مباشرة، وطبعا برون سترومان ظلوا يحطم فيهم كل ما يحاولوا يهجموا يحطم فيهم، وراح اجى حاول دومينيك ميستيريو يتدخل واجى يضرب بالكرسي ما زبطت معه، الى مين اجى فزع له ليف مورغان. ليف مورغان راح توقف بوجهه من الحكي وهذا، طبعا بعد ما دمروه خلص الاغلب يا جماعة الخير راح يصير عنده شوي هيك يختفي اصابه بسيطه ويرجع يدمرهم، انه عشان ظلهم يضربوا بالكرسي برجله، ولكن بالاخير ظلت تقرب من دومينيك وراح فين بلور ورجع وقف وجاء مره ثانيه. نيجي المين ايفنت، واللي هو صراحه انا ما راح احكي في الموضوع كثير بس انه في شغله كثير قويه راح تصير، لكن يعني اكيد اكيد فاز ديمين بريست. فاز ديمين بريست مع انه محاول يدخل الججمنت داي وحاول يدخل دراجون لي، لكن هذا اللي صار بس، يعني ما في شيء مهم غير هيك اللي صار. راح يدخل درو ماكنتاير راح ضربه وهجموا على بعض، راح كسر الطاوله فيه وانتهت القصه. فما بنعرف صراحه، انا صراحه خاب توقعي في الكلاش اوف ذا كاسل، ما بعرف صراحه مين راح يفوز، يا اما ديمين بريست يا اما درو ماكنتاير، صعب صراحه اتوقع مين، صعب. وهذا هو اللي صار يعني في الملخص. ما في شيء متعلق في الانكل هاودي، فش كالعاده كود نفس كل الكودات، شيء مش مفهوم بالمره. وهذا كان كل شيء بالنسبه لعرض الرو. زي ما قلت لكم عرض الرو والسماك داون راح نصير ننزلهم، نصير نقول لك مثلا هيك رو في دقيقه هيك، ونعمل لكم هيك اديت بسيط عليه ونحكي لكم ايش الاشياء المهمه اللي صارت وبس، لانه صراحه يا جماعه الخير عم نتعب كثير بالفيديوهات وما عم بتجيب شغله، ما عم تعمل شيء، يعني انه ماشي احنا شوفوا هذا مبدئيا هلا حاليا هذا الفيديو اللي نازل مش جاينا منه ولا ربح ولا شيء، لانه الحساب علق وبطل يطلع لنا اعلانات ولا ارباح من الحكي، يمكن انتم لاحظتوا الشغله قبل ما نحل المشكله، بس احنا بطلنا نعمل لانه كثير عم باخذ وقت وجهد فما بنلاقي نتيجه. بس حقكم انكم ما تحضروا، لانه صراحه العروض ممله، العروض زهد، ما في شيء قاعد عم بيصير. والله والله العظيم قلت لكم انه لما يفوز كودروز راح تتغير الشركه وتصير ممله، بس ما حدا منكم رد علي، والكل ظلوا ورا كودروز ورا كودروز، فيش شيء مهم قاعد عم بيصير. وما حدا يسالني عن برومو سامي زين والفا اكاديمي صراحه، لاني ما راح احكي عنه نفس كل مره عم بيصير، ولكن خذوها مني في الكلاش اوف ذا كاسل راح يغدروا فيه بس، انتهت القصه. يا جماعه الخير الكلام المهم فالاهم هلا هو احنا هون، اذا انت وصلت لهذا النقطه بالذات لهون انه خلص مشاهده ممتعه ويعطيك العافيه، لا تنسى
تحط لايك واشتراك وفعل زر الجرس وزر نازلكم دعمونا دعمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام هون إذا أنت وصلت لهذا المقطع. أما للناس اللي بتحب تكمل الفيديو إذا بتحبوا تسمعوا هذا الكلام براحتكم، بس هذا الكلام بالنسبة للشخص هذاك اللي علق لنا التعليق اللي لنا فترة شغالين فيه. يا جماعة الخير مش هرجع عيد وزيد بنفس التعليق وأقعد أحكي وهو عمل وهو سوى وهو خبص وأبصر إيش وهذا، ما راح أحكي. اللي بدي أحكي يا جماعة الخير إنه إحنا من يوم طالع أي حدا بده يجي ينتقدنا، أي حدا بده يجي يحكي علينا أي كلمة، إحنا ما راح نرد عليه ولا راح نعبرك بالمرة. وإنه نطلب كمان من جماعتنا ما حدا يعبرهم برضه، لأنه راح يظلوا يردوا، راح يظلوا يردوا، راح يظلوا يردوا. ما تعطوا الناس اللي زي هيك قيمة عشان ما يصيروا يكثروا من هالشغلات عشان بس يستغلوا إنه إحنا نطلع ونحكي عنهم. إحنا من يوم طالع حنبطل نحكي مع حدا أو حنبطل نحكي عن أي حدا بده يعمل أي جدل في الكومنتات. ممكن تكون ذباب إلكترونية عادي جدا، ممكن تكون جاي بس واحد يعمل فتنة ويعمل زي ما تحكي يعني بيننا وبالقناة ويطلع عنا سمعة. فاحنا من يوم طالع حنبطل نرد على الناس زي هيك، وأي تعليق مش راح يعجبنا راح نحذفه ورأيك حيكون مش مهم. وجماعة الفتاوي اللي بتدخل وبتفتي وبتدخل في النيات بطلوها، احنا حنبطل نرد على حدا. واي كومنت لو بتتعب فيه بتتعبش فيه، اشي بتضايق او اشي لما لهوش دخل في المحتوى اللي احنا بنقدم فيه راح ينحذف. يعني بس انا كنت قايل قبل هيك وكنت رد عليه انه انا بدي ارد عليك بفيديو وابصر اشي مسح فيك الارض زي ما صار بالفيديو الماضي اللي عمله زيد مرة عن واحد، ولكن هذا الحكي ما راح نعمله لانه صراحة انا فكرت فيها وكبرت عقلي، قلت هذا ولد صغير شكله، فليش احط عقلي بعقل واحد الكتروني يعني ما بعرف حتى قديش عمره وشو اسمه من ما بعرف عنه اشي، ما بعرف عنه اشي، فليش لا احط عقلي بعقله. فانتهت القصة خلاص، اي حدا من اليوم طالع بده يكتب تعليق ما عجبنا راح نحذفه، مع احترامي لك بس يعني ما راح نحكي اكثر من هيك. وزي ما قلنا لكم بداية الفيديو هذا كل اشي اللي راح يصير بالقناة، فان شاء الله خير ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.